Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد في اللغة الإنجليزية. ودرس اليوم حقيقة يتحدث عن موضوع طلبه الكثير من الطلاب، وهو كيف أنا أفهم الأفلام الأمريكية والأجانب. يعني أنا يا أستاذ مراد عندما أتحدث مع أمريكان أو بريطانيين أو كنديين، يعني أجانب، وهم يتحدثون اللغة الإنجليزية، لا أستطيع أن أفهم هؤلاء الناس ولا أعرف لماذا. وطبعا الأفلام هتكون أصعب وأصعب، فما هو السبب ولماذا أنا لا أفهم هؤلاء الناس؟ البعض قد يرجع السبب لأن هؤلاء الناس يتحدثون بسرعة، والبعض قد يقول لا، هؤلاء الناس يأكلون بعض الحروف أو الكلمات. والحقيقة أنه صحيح، قد يكون هؤلاء السببان، ممكن يعني أن يتحدث البعض المتعصب أو اللي هو طريقته سريعة في الكلام، صحيح. وكذلك هناك بعض من يأكل بعض الحروف أو صحيح، ولكن الحقيقة أنه ليس هذا السبب الأساسي. هذا الموضوع قد يكون فقط 10% من أصل المشكلة. طيب، ما هو السبب يا أستاذ مراد لأنني لا أفهم الأمريكان والبريطانيين والأجانب عندما أتحدث معهم في العمل أو عندما أشاهدهم على التلفاز؟ ما هو السبب؟ الحقيقة أن هناك عدة أسباب، أهمها يعني السببين اللي أنت تحتاج تعرفهم حتى تتسهل عليك، يعني بعد ما أن تعرفهم ستسهل عليك الأمور جدا، ستجد نفسك أنك بتفهم الأفلام الأمريكية بشكل أحسن بكثير، وهتبدأ تستمع بشكل صحيح. ركز على كلامي، ستبدأ تسمع بشكل صحيح وتركز. السببين اللي أنا أحدثك إياهم، طبعا بغض النظر عن كلمات جديدة، البعض يقول أنا لا أفهم الكلمات الجديدة، صحيح هذا موضوع آخر، لكن أهم سببين إنك أنت ما بتفهم الأفلام الأمريكية وما بتفهم الأجانب عندما يتحدثون إليك. السبب الأول وهو أن هؤلاء الناس يستخدمون اختصارات معينة. ما معنى الاختصار؟ الاختصار هو حذف بعض الحروف، حذف بعض الحروف من بعض الكلمات، والإبقاء على حرف أو حرفين أو بعض الحروف لدى الكلمة. مثلا he is، تم اختصارها إلى his، تم حذف الآي من كلمة is فأصبحت his، وكذلك she is she's، وكذلك it is it's، you are you are، they are we are. وعلى هذا الحال، هذا كان السبب الأول، واختصاراتها كثيرة هنذكرها هنا. السبب الثاني وهو مهم جدا ولا يعرفه أكثر الناس، وهو عملية دمج الكلمات. دمج كلمة مع كلمة سيشكل صوت جديد. ركز معي، الله يبارك لك. عندما تدمج كلمة مع كلمة، مثل كلمة مثلا is مع هي، في السؤال عندما يسألك أحد الأجانب، يأتي ويسألك ويريد أن يقول لك هل هو متزوج أو هل هو طويل، أنت تتوقع أن تسمعها is he tall، صح؟ وهذا طبعا غير وارد. الحقيقة أنهم يقولون is he، يعني is مع he تم دمجها فأصبحت is he. هنا كلمة is he أو الصوت الذي جاء أو النطق الجديد يجعل الكثير من الناس يقولون يعلم الله ما معنى كلمة is he، وهي ليست كلمة جديدة، بينما هي كلمتان تم دمجهما فظهر لك صوت جديد، وتتوقع أنت أنها كلمة جديدة. وهذه هي مشكلة كبيرة جدا عند كثير من الناس، لا يفهمها إلا بعد مدة طويلة. وللأسف الكثير من الناس اللي مش عارفين أو لا يعرفون هذه النقطة، يعني تستمر عندهم مشكلة عدم فهمهم للأفلام وللاستماع للأجانب لمراحل حتى متقدمة في اللغة الإنجليزية. لذلك تجد كثير من الناس جيدين، ممتازين في القواعد، ممتاز في الرايتنج، في الريدنج، في إنه حتى يتحدث بشكل جيد،
ولكن يقول لك أنا أصعب شيء عندي هو الاستماع. أنا يا أخي عندما أسمع الأخبار أو أسمع الأفلام أو أسمع أشياء كثير أجانب صراحة مش عارف هو ماذا يقول. فلذلك ركز معي عشان تعرف تحل هذه المشكلة وتبدأ تسمع بشكل صحيح، وبعد هذا الدرس إن شاء الله ستكون العملية مختلفة تماما وهتبدأ تفهم ماذا يقول هؤلاء الناس. طبعا تحدثنا أنه عندنا he's اختصار لي he is she's it's you are there we are. أنت إذا أردت أن تبدأ بالخطوة الأولى الصحيحة أنت نفسك ابدأ واستخدم الاختصارات عندما تتحدث، يعني stop توقف عن أن تقول he is نهائيا. he's إذا تحدثت عن فلان he's married he's tall he's good he's okay. أيضا she's it's أنت بتشرب كوب من القهوة فتقول it's good it's good it's nice it's delicious it's delicious لذيذ. لا تقول it is، خلاص توقف، ارتقي بنفسك إلى مراحل جديدة. you are لا تقول you are you are you are they are they are they are students they are books we are we are we are late نحن متأخرين we are late. انظر طريقتك we are late وهم we are late we are late. تعود أن تستخدم أسلوب الاختصار أنت حتى تسهل عليك أن تفهم طريقتهم في الحديث عندما تستمع إليهم. طيب هذا كان الاختصار. الدمج كما أخبرتك موجود في الجهة المقابلة اللي هو في السؤال. هم يقولون easy easy tall easy إشي إشي. ركز ركز على الصوت إشي إشي، يعني is مع شيء إشي إشي. فلذلك لا تتوقع أنه صوت جديد. كثير جدا صدقني أنت استمعت لأجانب ولأفلام وأتوقعت أنت أن هذه كلمات أنت لا تعرفها، والحقيقة أنه كثير من الذي سمعته هي كلمات تعرفها ولكن دمجوها مع بعضها فأنت أصبحت لا تعرف ما معنى هذه الكلمات الجديدة كما تتوقع أنت. Is it؟ أحدهم يسألك على الشاي أو كوب القهوة الذي تشربه. Is it hot؟ Is it cold؟ Is it nice؟ Is it good؟ Is it وليست is it. ركز على الصوت اللي بتسمعه مني وستجد أنه هذا الصوت اللي أنا أخبرك عنه الآن هو ما ستسمعه بشكل كثير جدا بالأفلام وعندما تتحدث مع الأجانب. أحدهم قد يسأل يا أستاذ مراد ولماذا هم يدمجون هذا الكلام ويختصرون؟ أخي حتى نحن في اللغة العربية ندمج كثير من الكلمات، يعني أنت حتى الآن ما بتشعر بنفسك وأنت تقول مثلا، أنت لا تقول أنا لست مهندس، أنت لا تقول ذلك، أنت تقول أنا لست أنا لست أنا لست، هذه دمجت فشكلت أنا لست أنا لست أنا لست. أو هو مش مهندس، هو ليس أصلها هو ليس، وعلى هذا الحال يعني هي نفس العملية، ولكن للأسف الكثير من الناس لم يسلطوا الضوء على هذه النقاط حتى تفهمها وتسهل عليك فهم الأجانب والأمريكان. Is it are you وليست are you. نحن في اللغة العربية نعطي كل حرف حقه، أرجوك في اللغة الإنجليزية لا تعطي كل حرف حقه، وبالذات الآر. الآر هذا إخواني إخواتي في أول الكلمة ينطق 100% مثل كلمة read، في وسط الكلمة ينطق 50%، في آخر الكلمة الآر يكاد لا ينطق. يعني بدل ما تقول are you لا are you ودمجت are you married. فلذلك هذا هو سبب عدم فهم كثير من الناس عندما يتوجه أجنبي بسؤالهم فيقول لهم مثلا are you from London are you married are you، فهو مش فاهم هو ايش بيقول. عفوا هو يتوقع انت منتظر انك تسمع are you married، وهذا الكلام غير موجود حقيقة. Are you married? Are you married? Are you married? Are you doctor? Are you a doctor? وليس دكتورة. Are you doctor? Are you married? Are you hungry? Are you good? Are you okay? Are they? Are they? وليست are they. Are they? Are they? ركز الصوت اللي سمعته هو are they. Are they? Are we? Are we? Are we? Are we?
Are we late? Are we late? Are we at the airport? هل نحن في المطار? Are we at the airport? Are we? Are we? أحدهم يقول يا أستاذ مراد أنت ما شاء الله عليك يعني بنسمعك أنت خلاص تعودت عليها وإحنا يعني شايفينك ما شاء الله أنت خلاص وصلت مرحلة كويسة. أنا يكفيني أن أقول لك كلمة واحدة أنني كنت في يوم من الأيام مثلك فتدربت وأصبحت ما أنا عليه وأنت الآن مثلي وإن شاء الله ستخبر من بعدك أولادك أو أصدقائك أو من تحب أنك كنت في يوم من الأيام مثلي وهكذا هي الحياة. فلا تيأس وابدأ وامشي والعملية كما أخبرتك صدقني سهلة لا تصعبها على نفسك. عندنا أيضا كلمة he was بمعنى هو كان. هم لا يقولون he was كما تتوقع يعني عادة عندما يتحدثون يقولونها he was he was he was. لا تقول لي ما معنى he was. he was هي دمج لكلمة he was. he was he was he was in London. he was sad. he was happy. she was she was ركز she was she was. يعني من الكلمات اللي أخبرتك عليها البعض يقول يعلم الله ما معنى كلمة she was. ويأتي حقيقة سألني كثير من الطلاب يا أستاذ مراد إيش معنى she was she was she was. أنا سمعتها في فيلم أمريكي وهو واحد كان يقولها she was أو أحدهم أخبرني she was أو he was he was. عندما نحقق في الأمر نكتشف أنها كانت كلمة مدمجة he was she was. You were, you were, you were, you were, you were, you were. أنت كنت. في السؤال ركز على الدمج أيضا. أحدهم يسألك هل كان هو في لندن؟ Was he? Was he? إيش إيش يا أستاذ مراد؟ Was مع he. الإتش في الغالب لا ينطق بشكل واضح يخفف جدا فتصبح was he, was he, was he بدل was he in London. Was he in London? Was he in London? Was she? Was she? Was she? Was she? Was she in London? Was she? Where you? وهذا السؤال الأخير where you كثير يتم توجيهه إلى كثير من الناس. هل كنت في المدرسة؟ هل كنت في لندن؟ هل كنت غضبان؟ هل كنت فيقول له where you? Where you? Where you sad? Where you? فالبعض يقول أنا مش عارف إيش يقول. هو بيسألك where you. لا تتوقع أن تسمعها where you ولكن هو يدمجها ويقول لك where you? Where you? Were you sad? Were you happy? Were you at the airport? Were you with your friend? هل كنت مع صديقك؟ وهكذا. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي مثلا الاستطاعة. أنت دائما أو أكثر العرب ينطقونها I can. I can. صح؟ صحيح أنا عارف. هي الحقيقة أنها لا تنطق بهذا الشكل. الشكل الصحيح الذي ينطقوها ولذلك أنت لا تفهمها عندما تسمعها بالأفلام الأمريكية أو عند الأجانب. هم لا يقولون اي كان يقولوا اي كان اي كان. يعني عندما انا احدثك عن ما استطيع ان اعمله فاقول لك اي كان ريد اي كان رايت اي كان سبيك انجلش اي كان سويم اي كان. ركزت معايا؟ اللي عايش في امريكا او اللي بيتحدث مع اجانب سيقول صحيح يعني وهيعرف انا على ايش بتحدث. انت تنتظر ان تسمعها اي كان وهم يقولون اي كان اي كان هي كان هي كان شي كان شي كان. لا تقول لي ما معنى she can و I can و he can. ركزت على الأصوات هذه اللي ظهرت. هذه أصوات دمج وليست كلمات جديدة. أرجوكم ركزوا الله يوفقكم جميعا. في السؤال أيضا can you can you وليست can you. can you can you can you swim can you speak English can you drive cars. واضحة؟ can he can he وليست can he. اسمعني ركز معي هذا الدرس لو سمعته أنت أكثر من مرة سيكون جيد لأنه أنا جمعت اختصارات كثيرة لا أخفي عليك أنا جمعت أعداد كبيرة فلذلك قد يكون الدرس مقطع طويل لكن لا يوجد إشكالي. اسمع أنت على مرة ومرتين وثلاث مرات حتى تتعمق المسألة. لا تكفي من أول مرة تشغل الفيديو وتسمع هذه المعلومات الجديدة عليك وتفهمها بسرعة. الوقت قد أو الموضوع قد يأخذ وقت يعني فلذلك اصبر على نفسك ولا تستعجل. كاني 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 سويم كاني سويم ذلك أنت تتوقع أن تسمعها ماذا؟ كان هي سويم صح؟ وهم يقولون كاني كاني سويم كاني سبيك إنجلش كاني كانشي 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 كانشي. لا تقول لي ما معنى كلمة كانشي كانشي. أي في النفي تكون واضحة I can't. صحيح أن تقول I can لكن هنا في النفي تقول I can't واضحة لأنها منفية
وركز أنه في تاء في الأخير يوضحوه كالتالي: I can't, I can't, I can, I can't, I can, I can't, he can, he can't, he can't, we can't, they can't. واضحة؟ طيب، هذا الأربع المربعات هذه حقيقة من النقاط المظلومة واللي بتشكل لكثير من الناس مشكلة، وهم لا يعرفون أنه أن السبب هي هذه الكلمات، مثل there is و there are. there is بمعنى يوجد هناك، و there are يوجد هناك للجمع. حقيقة أصلاً الطلاب المبتدئين والمتوسطين أيضاً لا يركزون عليها، وهي من الكلمات المنتشرة، فدمجت من there is أصبحت there's. there's والجمع there are. there are والاختصار من there is اللي هو إيش؟ is there. is there. أحدهم قد يوجه لك السؤال: ما معنى is there؟ هل يوجد هناك؟ أحدهم يسألك هذول: is there a problem؟ is there a problem؟ هل هناك مشكلة؟ excuse me؟ is there a problem؟ is there؟ فركز على is مع there، نطقة ماذا؟ is there. is there. is there problem؟ are there students؟ are there students؟ هل هناك طلاب؟ are there people؟ هل هناك ناس؟ are there وليست are there. بالطريقة اللي تتوقعها. الماضي من there is there was، فلذلك تسمعها أنت عندما يتم دمجها بمعنى كان هناك. إذا there is هناك، there was كان هناك، there was a problem in the company، كانت هناك مشكلة في الشركة، there was a problem in the company. السؤال منها: was there a problem in the company؟ لا تتوقع أن تسمعها منه was there. no. was there a problem in the company؟ There were. تدرب أنت عليها. أنت مطالب حاليا أن تتدرب على هذه الاختصارات، وأنت لا تستكفي بأن تنظر إلي وتقول جميل، والله شيء جميل، أنت أجمل إن شاء الله، ولكن أنت مارس ما تسمعه مني. وعندما تخرج إلى يعني التحدث مع الأجانب، توقف عن استخدام الطريقة المفصلة، وادمج كلامك واستخدم الاختصارات حتى تتحدث معهم. سيجدون أول شيء، أي أحد يتحدث معك سيجد لغتك كأنك يعني درست في أمريكا وبريطانيا ومن هذا الكلام، وكذلك يشعرون أن مستواك في اللغة الإنجليزية تحسن. Do you معروفة أنها do you، هذه سهلة do you، لكن اللي مركز عليها هنا أو تحتاج أن تركز عليه وهي كلمة does مع he، فتصبح ماذا؟ ها سأعطيك الفرصة، أنا أعتقد أنك فهمت السر، فهمت العملية. does مع he إيش تصبح؟ does he. فلذلك لا تقول لي ما معنى كلمة does he، هي اختصار لكلمة does he. عندما يجي أحد الأجانب وتتحدثون عن شخص ويسألك is he married فتقول له مثلا yes. does he work with you هل يعمل معك؟ ويسألك مثلا على does she is she your sister ايش يا أستاذ مراد؟ بالله يا أستاذ مراد شوية. طيب شوية أنا بهدأ معك أهو. هو بيسألك على واحدة، is she فقال لك is she your sister هل هي أختك؟ yes she is. does she work with you, does she live here. دمج does مع she. أعتقد وصلت لك المعلومة إن شاء الله. كلمة I don't هي do not اختصرت إلى don't. الغريب كمان أنه هناك اختصار ثالث، يعني في الأمريكان أو بالكثير من الطرق الأمريكية يقولون I don't، حتى التي في الأخير لا عاد ينطق. I don't know، أكيد اللي عايشين في أمريكا فاهمين كلامي. فأنت عندما يسألك يقول لك Where is John؟ أين John؟ I don't know. I don't understand you. أنا مش فاهمة. I don't care. I don't understand. I don't know. I don't. نفس الكلام does مع not اختصرت، المفروض انها doesn't. صحيح تختصر doesn't وتستخدم، لكن ايضا في كثير من الحالات اصبحت لا تنطق التي في الاخير فتصبح she doesn't know, she doesn't understand, she doesn't care. لا تبالي. ايضا you don't, he doesn't, she doesn't. وعلى هذا الحال تدرب عليها وركز معي، صدقني اسمع كلامي. عندما تبدأ تستخدم هذه الاختصارات
وأنت عندما تتحدث تحاول تتدرب على هذه الطريقة، ستجد أنه مستواك كأنك درست مع أمريكان وبريطانيين وكأنك سافرت. بل أن الكثير قد يسألك سافرت في أمريكا، تدرست في أمريكا، أنا بكلمك من خبرة وأنا عارف إيش بكلمك. تعالوا ننظر إلى أيضا هذا الجانب الأخير، الجملة الأولى في اختصار طبعا من I have إلى I have، ولكن ركز معايا أخي أختي الطالبة، هناك فرق ما بين نطقك للغة العربية ونطقك للغة الإنجليزية، وهناك طريقة عربية في قراءة الجمل. سأقرأ لك مثلا أغلب العرب كيف يقرؤون هذه الجملة، حاول تقرأها. البعض يقول I have got a lot of problems، هذه طريقة عربية صحيح؟ ولكن النطق الصحيح هي، ركز معي، I've got، وليست I've got، I've got a lot of problems. A lot, a lot، الأو مفتوح سواء ب a lot أو كلمة a. والإف ينطق مثل الفي، a lot of problems وليست problems، ها هي problems، ركزت على الأو مفتوح في الغالب. I've got، I've got وليست I have got. Of اختصار ل I have. I've got a lot of problems. I've got a lot of problems. واضحة؟ أيضا هنا she's got، الاس أو الاس هذه تختصار ل has. She's got three brothers وليست brothers، لا توضح الار. Brothers sisters father my mother my sister وليست my sister، ها my brother my father. توقف عن يعني تأثير اللغة العربية على نطقك دون أن تشعر، البعض لا يشعر. لذلك ليش أنا أنصح كثير من المرات أنك تسجل نطقك في تسجيل الجوال تبعك واسمع صوتك، إذا كان قريب لهذه الطريقة عيد وحتى يتحسن ويصبح إلى مرحلة أنت تكون نفسك مقتنع بها عندما تسمعها. أيضا أنت في اللغة العربية تقول Where are you؟ يعني إذا عربي بيسألك فيقول لك Where are you؟ ولا Where are you from؟ وهذه الطريقة المفروض أنك ترتقي بنفسك، Where are you؟ Where are you؟ Where are you from؟ Where are you from؟ Where are you from؟ Where were you؟ Where were you؟ Where مع Where نفس الصوت، أحد يقول هو نفس الصوت، نفس الصوت لأن الإتش هنا ما ينطق، فنقول where نفسها، where were you أين كنت يعني، where were you yesterday، وليست where، الآر لا يوضح، where are you from، وليست from، where are you from. هذه النقاط لو ركزت عليها إن شاء الله في المستقبل سيتغير الوضع معك بشكل كبير. أهم شيء أنك تدرس بشكل صحيح، لا تدرس عمياني، لا تعرف ما هو يعني الموضوع وكيف هي المسألة وما الذي يحصل من حولك، لابد أن تدرك ما الذي يحصل. أيضا من الاختصارات المشهورة واللي دائما بتسمعوا عنها وهي I want to، اللي هو أنا أريد، لا يقولون I want to، في الغالب يستخدمون I wanna، يعني يا سيد مراد I wanna، هي اختصار لأريد، بالضبط هي اختصار لأي want to، يعني أنا أقول I wanna go، أنا أريد أن أذهب، بالضبط. I wanna drink، نريد أن أشرب، بالضبط، ما فيش أي مشكلة، هذا هو I wanna. نفس القصة I am going to، going to هنا بمعنى سوف، لا سوف ليش يا صبرات، going to بمعنى يعني ذاهب إلى، صحيح كلامك، ذاهب إلى إذا جاء بعدها يعني مكان مثل school أو يعني اسم، لندن I'm going to London، صحيح، لكن هو يقصد هنا gonna هي تعني سوف. إذا جاء بعد الغنى فعل أو الجوينج تو عفوا فعل، فتصبح معناتها سوف، إذا جاء بعدها اسم بمعنى ذاهب إلى، يعني I am going to school، school اسم، أنا ذاهب إلى، وهذه ليست هي التي يقصدونها، هم يقصدون سوف الذي يأتي بعد هذه فعل، فيقولون I'm gonna play، أنا سوف ألعب، I'm gonna visit، لذلك حتى تسمع أحيانا I'm gonna go، لذلك هي ليست معقولة أن تكون أنا ذاهب أذهب، لذلك أنا سوف أذهب، I'm gonna. طيب يعني سيد مراد باختصار انه I'm gonna هي اختصار لأنا سوف، لي I am gonna اختصار I am going to I'm gonna. ايوه طبعا انت لا تقول I am، البعض من الاخطاء اللي اسمعها الطالب يقول I am gonna، لا هي تستخدم مره واحده I am going to، ولا تختصر am و gonna.
ركز معايا. I'm gonna وضع الفعل بعدها. I'm gonna play, I'm gonna study, I'm gonna سوف ألعب, سوف أدرس على هذا الحال. وحتى في السؤال طبعا أحدهم قد يسألك Are you gonna? Is he gonna? Is she gonna? وعلى هذا الحال. أيضا من الأشياء أو النقاط التي لا يركز عليها كثير من الطلاب وهي تشكل عائق كبير ومن المفروض أن تعرفها وإن شاء الله ستفيدك في المستقبل, أنه مثلا زي هذه الجملة, ركز كيف أنطقها أنا. I'll give her a walk. أعيد مرة ثانية, ركز معي. I'll give her a walk. طيب إيش اللي حصل؟ I'll هي اختصار لأي وين؟ أنا سوف. Give مع هين الإتش في الغالب كما أخبرتك لا ينطق, لذلك أنا عامل عليه إكس خفيف هنا. لا تقول give her ولكن give her. والثانية her bark. هذا يقول سمرت يبدو أنك أخطأ. her تنتين مع بعض أنت شكلك غلطان. لا مش غلطان, لا. هذه her object اللي يأتي قبلها فعل give her give him, وهذه اللي تأتي بعدها اسم, فتصبح أنا سوف أعطيها كتابها. مش هذا موضوع القواعد الآن. أيضا هذه النقطة ركز عليها كثير. موضوع أيضا أنا I'd like اختصار لـ I would. هذه اختصار لـ I would. I'd like ما معنى I'd like يا سمرة أصلا؟ معناتها أنا أريد, يعني نفس I would. طيب وش الفرق بينهم؟ هذه أكثر رسمية وتأدبا يعني. ما كلنا مؤدبين خلاص يا, خلينا نكمل بس. I'd like to give him. وليست give him. I'd like to give him his pen. ما هو ملاحظ أنك ما زلت متأثرا بلغتك العربية وتعطي كل حرف حقه, صح؟ فلذلك تقول give her ولكن هي give her. Give him أنت تقوله, هو يقول give him. وهذه من النقاط اللي ما بتخليك تستمتع بمشاهدة الأفلام أو الأجانب عندما يتحدثون. فيقول لك I'll give him the pen. سوف أعطيه. أو يقول لك أحد يسألك هل أخبرته؟ Did you tell him? عيد معايا. Did you tell him? أصبحت إيش؟ Tell him. فلا تقول لي ها, يعلم الله إيش معنى كلمة tell him. Tell him هي اختصار لكلمة tell مع him. Tell him. Did you see her? يعني see her, هل رأيتها؟ Did you see her? Did you see her? Yes. I'll give it to her. I'll see him. I'll call him. إيش معنى call him؟ I'll يعني أنا سوف call أتصل به. I'll call him. I'll call her. سوف أتصل بها. I'll call you. واضح على call you. لكن I'll call him. I'll call her. أعتقد كذا الأمور اتضحت بالنسبة لك بشكل أوضح. أيضا ركز في اختصارات كثيرة. إذا أردت أن أنا أنزل دروس مثل هذه أكثر اكتبوا لي في التعليقات, وإن شاء الله أنا هنزل دروس أكثر وهتستفيدوا جدا. صدقني هذه المواضيع هتفرق معاك العملية 180 درجة. المستحيل اللي كنت تشوفه, الأفلام الأمريكية, السرعة اللي كنت تتوقعها عند الإنجليزيين وعند الأجانب, هي ليست سرعة وليست عملية دمج. البعض يقول لا أستاذ مراد يعني بس برضو والله هم بيسرعوا, يعني حقيقة هم يسرعون. يعني ركز معي, صحيح إذا كان هذا الشخص عصبي وهو طبيعة العصبية أوكي, ولكن لو أردت أن أنا أقنعك ركز معي حتى تقتنع أن العملية لا يوجد فيها أي سرعة. Is he married? المسألة ليس لها أي سبب أو علاقة بالسرعة. لم نقل Is he married? هذه سرعة. Does he work? Does he live? هذه سرعة. Does he work here? لكن أنا أتكلم معك طبيعي. عندما أنت تتحدث استخدم طريقة الدمج ولا داعي أن تسرع. يعني لا أحتاج أسرع مرة أن أسرع. لا تحتاج أن تسرع. قل Does he work here? Does he live here? Does he understand? Does he study English? هذه جدا. Is he your brother? Is he your sister? Does she work? Does she live here? لا تستخدم السرعة. لا أطلب منك السرعة. أعتقد ركزت معي إن المسألة مش عملية سرعة. العملية عملية دمج, مما تشكل أصوات جديدة وتتوقع أنها كلمات جديدة, فتتوقع وتقول أوه لسه أنا أمامي كثير من الكلمات أحفظها
والعملية مش كلمات ولا شيء، الموضوع أنه دمج كلمات. Who's وليست who is. Who's that؟ من ذلك؟ What's؟ توقف أن تقول أنت What is your name؟ يا أخي خلاص. What's your name؟ What's your name؟ أنت ابدأ مارس طريقتهم في الدمج حتى تفهم دمج كلماتهم ونطقهم. When did you؟ Did you؟ وليست did مع you. Did مع you هنا ملاحظة أنه في جيم. When did you؟ When did you؟ جيم خفيف طبعاً. لا يعني لا تنطق لي did you؟ لا did you؟ Did you؟ When did you؟ When did you go؟ When did you get up؟ Where did you work؟ أيضاً حتى الدو مع you في السؤال مع where ولا when في جيم خفيفة. في أصوات كثيرة لسه ممكن ندرسها مع بعض، مثل أيضا هذه الجملة بالطريقة العربية أو العرب أغلب العرب ينطقوها I go to school، وهي إيش تكون المفروض؟ I got فتح الأو في go في to I got to school. I got to school عندما تتحدث مع أجنبي ستسمعه يقولها بهذه الطريقة I got to school. I got to school. وعندما تتحدث مع عربي أو أغلب العرب سيقول لك I go to school. ركزتوا؟ أرجو أن يكون الدرس اليوم فادكم بكل بساطة وبكل اختصار كذا. أنت ركز أنه الأسرار أو النقاط اللي تحتاج تعرفها، ليش الأفلام الأمريكية وليش الأجانب بيتكلموا وما تفهمهم، أن هناك اختصارات وهناك دمج للكلمات. فدمج أنت واختصر أنت حتى يعني تمشي معهم. He's, is he, is she, is it, are you, are they, you are, they are, we are we, he was, he was, was he, was he, she was she, you were you, I can, can you, he can he, I can't, there is, is there, there are, are they, there was, وليس there was, was there, وهذا اللي بيسمعني هيقول أنا مجنون. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأتمنى تكون استفدتم من الدرس. لا يوقف الدرس عندك، ارسله للآخرين استفيدوا منه، يدعوا لي ويدعوا لك إن شاء الله بالخير. وأتوقع أن المقطع طول زيادة، لكن أهم شيء فائدتكم، واللي حاب أنه يمشي المقطع أنا لا يوجد عندي مشكلة. Thank you very much. شكرا جزيلا لكم. Good luck. حظا موفقا. See you soon. Goodbye.